الجراد يكون عذابا، الجراد يكون عذابا لأنه يأكل كل شيء. خلال ساعات مزرعة صعيدا جرزة، لأن الجراد يأتي بأعداد مهولة، ملايين الجراد. ولذلك يعني يقولون ثلاث أو ثلاثة من طبعها الفساد، الفأرة والبربر والجراد. يعني هذه تفسد في الأرض. طبعا البربر في السابق لما كانوا كفارا، الآن البربر ما شاء الله مسلمون وعباد لله تبارك وتعالى، ويكفيهم شرفا منهم طارق بن زياد فاتح الأندلس رحمه الله تبارك وتعالى. لكن هذا بيت يقال: ثلاث من طبعها الفساد، الفأرة والبربر والجراد. فالجراد مفسد للأرض، فأكل زروعهم وأكل عروشهم التي يعرشونها يجلسون تحتها، يأكل كل شيء، أتلف عليهم كل شيء الجراد.